نتكلم اكتر بس عشان لا يحين موعد النوم، لان احنا مبسوطين جدا جدا بطلتها علينا في ضرب نار ام جابر مدام ماما سهير المرشدي. ماما ويعني اتمنى ان هي تكون معانا دلوقتي على التليفون. ده ايه النور ده؟ قولي الو. الو الو يا خلاصي مدام سهير، مساء الخير، كل سنه حضرتك طيبه. وحضرتك طيب، يا اهلا وسهلا. مشرفانا ومنورانا بصوتك الجميل وبطلتك الجميله في مسلسل ضرب نار. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ميرسي لذوقك. ده حاجه بسيطه كده، ضيفه شرف يعني على الماشي. لا والله يا ماما، وجودك في اي مكان بيزيد نور والله. وهج ده حقيقي، ده ضحك حقيقي. اللي منوره خالص يا حنونه، ما شاء الله. لا انا بضم صوتي لصوت حنان، وجودك في اي عمل الحقيقه بيبقى ليه طله جميله جدا. وبعدين لو حضرتك بتقولي دور صغير وضيفه شرف، احنا عايزين اكبر بقى من كده. ايوه ان شاء الله. بالظبط بالظبط، ان شاء الله ان شاء الله. همثل معاك انا وانت. يا خبر ابيض، ده شرف ليا انا كده، هبدا امثل بقى. يا ده انت هتكسر الدنيا. يلا. لا يعني لما اقف قدام مدام سهير المرشدي اكيد هبقى نكره. لا يا خبر ابيض، استغفر الله. لا والله ده انت جميل. لا يا حبيبتي، ربنا يخلي حضرتك يا رب. طمنيني بقى على صافيه وسخيه، وايه رايك في حنان في رمضان 2023؟ والله انا رايي زي راي الناس، زي ما الناس اللي كده مبسوطه بيها وفرحانه. وفعلا تصور انه كان مطلب شعبي تقريبا من كل الناس اللي بقابلهم، انه ليه حنان ما تعملش بطوله مطلقه وانها تبقى هي المتصدره، ما بنشبعش منها. فطبعا كلهم بقى بيكلموني يقولوا لي شفتي شفتي لما هي بتشيل بطولة مطلقة الدنيا بتبقى شكلها ايه ومنورة ازاي. فحس الناس اللي انا فعلا بقول الحمد لله ان حنان واصلة بصدقها واخلاصها في العمل وحبها للفن اللي بتعمله، واصلة للناس كده. يعني هم مصدقين صدقها وحبها، فزي ما يكون هي اعتنقت الفن والناس، والناس والفن اعتنقها. عراقة جدلية كده لذيذة أنا شايفاها. ولا إيه رأيك؟ لا ده حقيقي، بس أنا عندي استفسار بقى، لأن أنا حسب معلومات إن العلاقة دي ما كانتش حنان مقررة إنها تبدأ من زمان قوي، صح ولا إيه؟ لا لا لا، هي طبعا هي جميل إن الواحد يبدأ بحاجات صغيرة قوي. هو كبير، أصل ما فيش دور كبير ودور صغير، أو ممثل كبير وممثل صغير. في حد بيعيش اللحظة صدق فتصل للناس صدق. يعني الكلمة الصادقة بتبقى عملاقة، صح. لأنها بتصل، بتطلع من قلب الممثل أو الممثلة إلى قلب المتفرج. فالعملاقة هنا أو النجومية الحقيقية أو ارتباط الناس بالحالة هو بيرتبط بروح حلوة. مظبوط. والروح الحلوه ما بتجيش غير بالصدق والحب. ده حقيقي يعني، ما شاء الله. فبتطير من الشاشه لقلب المتفرج على طول وعقله، فبيعتنق. حنان لما بدات فعلا حاجات صغيره كان لمصلحتها جدا جدا. اتدربت. يعني اللي بيخش قلب الناس قطره قطره بيصبح هو قلب الناس بعد اللحظه، يعني مزبوط. بيمتلك الدنيا كلها، زائد ان هو بيكتسب خبره وتجربه. فسلمه سلمه او قطره قطره زي ما بنقول، بيبقى بعد كده فيضان او شلال لو صادق وموهوب. ده حقيقي. بيبقى محيط خلاص يعني. فانا حاسه ان حنان دلوقتي محيط. ده حقيقي ما شاء الله، ملوش اخر، ولسه متوقعين من المحيط ده كتير. رب ما شاء الله. يا رب. طيب مدام سهير، يعني تاني بعيد على حضرتك، كل سنه حضرتك طيبه، بس في قصه عايز اقول لحضرتك عليها. اتفضل. لان تقريبا حضرتك ما عرفتيش الاجابه على هذه القضيه. في فتره من الفترات حضرتك اشتريتي جبنه عشان تفضل موجوده لمده شهر بحكم انه بيبقى فيه تصوير وكده، وفجاه الجبنه دي اختفت، وحضرتك فضلتي تسالي مين اللي كال الجبنه دي؟ مستحيل شخص يكون خلصها كلها. حضرتك عرفتي ان يعني لحد النهارده عرفتي مين اللي كال الجبنه؟ ايه ده؟ نهله وحنان هم اللي كالوا الجبنه كلها. ايه ده؟ اللي كان الجبنه هي نوعها ايه الجبنه؟ نهله وحنان. انا مش فاكر إيه نوعها بصراحه. مين اللي قال؟ بس الواقعه دي حقيقيه، ومن اعترفت بيها هي نهله الحقيقي. يا روحي. فانا حبيت اقول لحضرتك المعلومه بس عشان تعملي حسابك بعد كده ما تحطيش جبنه قدامك. ربنا يخليك، ربنا يخليك. تقولي وصلكم بنهله. ميرسي جدا 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 ان انا سمعت صوتكم وخلتني يعني اسمع صوتكم واحس بيكم. وفعلا
العيد ابتدى النهارده بسماعي لصوتكم وان انا شايفاكم كده منورين. ميرسي يا ماما، نورتي الدنيا والله. مبروك يا حنا. ميرسي يا حبيبتي. والله العكس تماما، احنا العيد بدا عندنا لما سمعنا صوت حضرتك. شرفتينا ونورتينا وبشكر حضرتك شكرا جزيلا. احلى مفاجاه. بس ثانيه واحده، مين اللي وصلكم بنهله؟ احنا عندنا مصادرنا. وازاي نهله تقول علينا كده؟ وازاي كلتوا جبنه ولا ما كلتوهاش؟ كانها طبعا كلها هاتتك بتتك اهو. كويس انها ما قالتش قفص اليوسفندي. لا ما لسه جاي. مش انا قلت لك في مفاجآت؟